السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي جي 4 بلس. بالحذر يا جماعة، الطريقة ديت هتقفل للجهاز على حساب جوجل. لو مش فاكر الحساب او ناسي كلمة سر الحساب، اسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف. هنحاول نقفل التليفون عن طريق زرار الباور، وبعدين نختار ايقاف التشغيل. التليفون هيظهر اشعار انك لازم تفتح النمط. هنضغط على زرار الباور وزرار خفض الصوت ضغطة مطولة الاتنين مع بعض، وهنحاول نخلي الشاشة مضيئة. أول ما الشاشة تقفل أو تظلم، هننقل إيدينا من على زرار خفض الصوت لزرار رفع الصوت مع الضغط على زرار الباور ضغطة مطولة. أول ما شعار سامسونج يظهر، هنشيل إيدينا من على زرار الباور ونفضل ضاغطين على زرار رفع الصوت. الشاشة ديت هتظهر لينا، هننزل بزرار خفض الصوت على اختيار ويب داتا فاكتوري ست. ونختار اوكي بزرار الباور. هننزل على يس، وبعدين نختار اوكي بزرار الباور. هنختار أول اختيار ريبوت سيستم ناو، الجهاز هيعمل إعادة تشغيل. تم عمل إعادة ضبط المصنع بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.